نحن نعلم أن المسيح ناسوته شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. هذا معناه أن هو شبهنا في محدوديتنا. الناسوت بتاع السيد المسيح شبهنا في محدوديتنا وشبهنا في being temporal وشبهنا also being يعني محدودي الإدراك والفهم. لكن الاتحاد الكامل والمطلق بين اللاهوت والناسوت خلى هذا الناسوت المحدود يصبح لما صلب على الصليب فداء لكل البشرية مش شخص واحد بس. هل ممكن تشرح لي العملية دي ازاي لما اللاهوت الغير محدود الابد الازلي كلي ولا نهائي للحكمة لما اتحد بناسوت السيد المسيح ازاي خلى الناسوت يعمل فداء لكل البشرية بطريقة سهلة يعني؟ شكرا دكتور هاري. ربنا يبارك حضرتك، أشكرك على سؤالك. في معاد نقطة واحدة يمكن أعترض عليها في البداية، حضرتك قلت شبهنا في كل شيء في كذا وكذا حتى في الإدراك والفهم. لا أختنا العزيزة، وزي ما كتب لحضرتك أستاذ بوستفتوك على طول وقتها، وكان فعلا يعني التعليق جميل منه، الرب يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد ليس محدود بالجسد، فإن صوت لا يحد اللاهوت، إن صوت لا يحد حتى إدراك وفهم اللاهوت. معايا؟ دي النقطة الأولانية. فمثلا أنا خلاياي العصبية في دماغي مش معناها عدد الخلايا معناها عدد المعلومات أو دي حدود ليها، لا، الموضوع ليس بهذا المقدار. أنا ليه معلومات الإنسان أكتر من معلومات الحيوان بكتير جدا جدا، مع فرق التشبيه طبعا، لأن الإنسان فيه روح حية نفخة من الله. فالموضوع مش بس حاجات مادية تحد المسيح، لكن المسيح لطبيعته البشرية الكاملة لشبهنا في كل شيء ما عدا الخطية بالفعل، لكن لاتحاده باللاهوت الناسوت لم يصر لاهوتا ولا اللاهوت تحول لناسوت، ولم يحدث اختلاط ما بين الاثنين، ولكن الناسوت المتحد باللاهوت في طبيعة الواحدة للرب يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد اللي ما ننفعش نقسمه ولا نفصله، هو لسه في مسخر في كل علوم المعرفة والفهم قنوم الحكمة، هو غير محدود في الإدراك والفهم. معايا؟ ده أولا. النقطة الثانية، إزاي جسده المحدود أصبح كفارة للبشرية اللي أصبحت لا تعد، هي لسه يعني غير معدودة من الكثرة؟ باختصار شديد، لأنه هذا الجسد مش زي جسدنا، لأن هذا الجسد المتحد اتحاد كامل باللاهوت. جسد المسيح الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت، هذا الجسد مش بس أقول ده فيه 5 لتر ولا 5 لتر ونص دم يكفوا فداء لكام بشر، جسد المسيح الذي سفك دمه الطاهر لأنه متحد باللاهوت زي ما قول الكتاب المقدس الذي بروح أزلي، كفرته غير محدودة لأن الكفارة ده هو الله، عشان كده يقول السفر أعمال الرسل لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، فده الدم ده دم الله. ولهذا احنا لما بنتناول من جسد الرب ودمه باستمرار، مش هي مرة واحدة تسفك دم ربنا وخلاص، هو مرة واحدة دخل قدس الأقداس بدم نفسه، ولكن بناء عليه لأنه متحد باللاهوت فهو غير محدود. ناسوت المسيح ما دفعش ثمن خطايا وتسفك دمه ككفارة لشخص واحد ولكن للبشرية كلها. طيب أضرب مثال من العهد القديم، في سفر لاويين إصحاح 5
بيحضر ذبيحة واحدة، وبتصبح هذه الذبيحة كفارة عن الشعب بالكامل، رغم أن الإنسان اللي بيخطئ كان بيقدم ذبيحة عن نفسه، ذبيحة شخصية، ولكن يوجد ذبيحة هي تعتبر كفارة عن الشعب بالكامل. طب إزاي ذبيحة واحدة تعتبر كفارة عن الشعب؟ طب لو الشعب دول اللي هيشتركوا في ذبيحة هذا الثور لو كانوا 10 تكفيهم، لكن لو كانوا 300 ألف اللي كانوا ممكن يبقوا موجودين في أورشليم ما تكفيهمش؟ لا تكفيهم. طب الذبيحة دي اللي تقدم عن الشعب بالكامل لو كان الشعب ساعتها 3 4 مليون ما تكفيهمش؟ لا تكفيهم. فالموضوع ليس في العدد، ده حتى العهد القديم ما كانش عنده مقياس العدد، الذبيحة تكفر عن كام شخص؟ فهماني؟ فإذا كان حتى في ذبائح العهد القديم اللي هي ترمز للمسيح يوجد منها ذبائح تكفر عن الشعب بالكامل، فذبيحة المسيح المتحد بجسد يسوع المتحد باللاهوت اتحاد كامل لا يكفر عن البشرية كلها. حتى العهد القديم شرح لنا في هذا الأمر في لاويين 5. لذلك المسيح إن كان واخد جسد، هذا الجسد بالنسبة لنا ظاهر بصورة محدودة، ولكن لأنه متحد باللاهوت الغير محدود فكفرته غير محدودة، كفرته عن العالم كله، كفرته لكل من يقبل. ده باختصار شديد. أتمنى أكون عرفت أجاوب حضرتك على قد ضعفي جدا، ربنا يبارك حضرتك. لكن طبعا في النهاية برضو أحب أذكر حاجة، ودي نقطة مهمة لينا كلنا عشان برضو أوضح شيء. التجسد اسمه سر، سر التجسد عظيم، هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. سر التجسد ده احنا اظهره لنا ربنا على قد مقدار فهمنا، لكن احكم ما في العالم حتى الرؤساء اللي هو الشيطان وكل اللي معاه ما عرفوهوش، لانهم لو عرفوه لما صلبوا رب المجد. فسر التجسد ده فوق ادراكنا، ده مش معناه ان هو مخالف للعقل، لا، بدليل ان احنا فاهمينه ولكن ما نفهمش كل تفاصيله وأبعاده. فلذلك ما نقدرش ندرك إزاي كل تفاصيل اتحاد ما بين اللاهوت والناسوت. تم ده تم لأن أهلنا الكتاب المقدس فاهمينه، آه فاهمينه، لكن هل فاهمين كل أعماق تفصيلاته؟ لا ما نقدرش. ليه؟ لأنه فيه اللاهوت الغير محدود اللي ما نقدرش نستوعبه بعقلنا، هو فوق العقل وليس ضد العقل. ده باختصار شديد حابب أوضحها برضو النقطة دي، لأنه أحيانا هتبقى الأسئلة في سر التجسد أعلى من الإنسان ممكن يتخيل. ربنا يبارك حضراتكم.